انت في سنه كام؟ انا في سنه اولى. اولى حلوه اولى. انت ساكن فين يا لؤي؟ انا ساكن في الشيخ زايد، بس اليومين دول يعني قاعد عند تيتا في مصر الجديده. وانت؟ انا في جاردن سيتي. حلوه برضو جاردن سيتي. طيب انا مروحه، انت معاك عربيه؟ اه طبعا معايا عربيه، امال يعني ايه؟ بس المشكله ان هي اليومين دول في الصيانه. في الصيانه. طيب انا ممكن اوصلك لاقرب مكان، وبعدين انت بقى تكمل مواصلات، تركب تاكسي زي ما تحب. مواصلات؟ ماشي، ابقى اخد تاكسي. هي عربيتك دي؟ عربيتي. حلوه وجميله زيك. طب يلا. يا لؤي لؤي، ايه في ايه؟ مالك؟ معايا حته الخمسينيلي، شاريهان ولا صراف؟ شش، وطي صوتك. امسك، هات هوات الباقي، انجز. صباح الباكر هردها لك. صباح الباكر ايه؟ ما ينفعش. طب بكره بقى، بكره طلع. بكره مفيش غيرها، الله يخرب بيتك. يلا. بقول لك ايه يا ماجي، انت هتضطري توديني مصر الجديده. خد اخر 500 جنيه كانوا في جيبي والفيزا في البيت. ولا طول انك تتواضع وتركب معايا العربيه. تحت امرك يا باشا. يا سلام، عينيا الاتنين ليك، انت تؤمر من غير اي حاجه. بس الموضوع بتاعك مع موظف نزل قوي، هحاول اخلصه لك ان شاء الله. تؤمرني يا عماد باشا، مع الف سلامه. يا سلام. لا يا حاج، الختم ده مش واضح. ما هو واضح يا بيه. يا حاج انا اللي عارف، هيقولوا عليا مزاول. مع السلامه. نور يا معالي باشا. ربنا يخليك يا رياض. ازاي صحة حضرتك كده؟ الحمد لله. كده يا سيدي ورقك سليم، اتفضل مع الف سلامه. يا ترى عملت ايه في الموضوع بتاع عماد باشا؟ لا، ما هو لازم يجي بنفسه هو وكل الورثه علشان يمضوا قدام. يا عم هتشغل دماغك ليه؟ انا استلمهوله. ما ينفعش يا رياض، وانت سيدي العارفين وعارفني كويس قوي، احب القانون، الاوراق دي اوراق قانونيه لازم تبقى مظبوطه. يا عم ده انت المصلحه، ده الشهر العقاري كله بتاعك. يا عم شغل دماغك وافتح درجك، الراجل هيظبطك تظبيطه اللي هي. يظبط مين يا رياض؟ انت اتجننت في عقلك؟ انا حد هيظبطني؟ طب بالراحه بالراحه، بس انا اللي طلعت غبي، معرفش انك طلعت حمار. يلا ماشي. يظبطني؟ لا يا سيدي، مش عايزين حد يظبطني. انت فين يالا؟ ده طول بقلب عليك الدنيا من الصبح. كانت ناقصه وشك ده. عايز ايه طول؟ عايز يتملى في عينك يا سيدي، عايز الايراد يا اخويا. ايراد؟ ايراد ايه؟ انا لسه ما بعتش الحاجه. ده مش ذنبنا يا حبيبي، احنا بنلم الايراد اول باول. يا عم ده نظام كنت. انا ليا نظام تاني. انا بحب الم الفلوس كلها وابديها لكم على بعض. قول لي طلبك ايه؟ النظام ده عندكم في بيتكم يا حبيبي، احنا بنلم فلوسنا اول باول. ماشي؟ سهنتك. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه بس؟ اما انا عايز اقعد يا رب. معاك فلوس؟ معايا يا رب. طب استنى انت يا طلعت. 100 جنيه دي يا عم الحاج. استنى انا طلعت، استنى انت، ما تلعبش انا هلعب انا. انت غشيم لحسن تخسر. انت كسيب. يلا حبيبي وزع. خد لك سيف، خد لك سيف كمان سيف. انزل انزل بس يابا. نام كده، نام كده يابا. اسكت انت غشيم. اسمع مني يابا كده حلو. نام، اسكت، خلي قلبك جامد وانزل اخر كارت. يابا نام كده. اخي
سلتك الصبح يا طلعت. الفلوس دي كلها يا طارق؟ في ايه بس يا زينة؟ هاتي الفلوس. الله، هاتي دي فلوس شغل. الله، في ايه؟ فلوس الشغل؟ ما انا عارفه يا اخويا معانا ايه ومعناش ايه. مش فاهم يعني تقصدي ايه؟ يعني مش على زينة الكلام ده، انت بتعمل شغل من ورايا يا بنت. دي فلوس واخدها من الناس مقدمه لبضاعه، ناس عايزه مني بضاعه عشان يسترزقوا منها. والله شغلانتنا دي محدش بيدي الفلوس دي كلها مقدمه، وبعدين ما انا لسه شايفه البضاعه ومتممه عليها بنفسي، ما اديتهمش منها ليه؟ انت بتحقق معايا ولا ايه؟ مالك يا زينة في ايه؟ عايزك تقول لي الحقيقه يا طلبه، انت ورا اللي حصل لطلعت ولا لا؟ الله 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 الله، وانت شعرفك بقى باللي حصل لطلعت؟ انا بسالك سؤال جاوبني عليه وقصر. اسمعي يا زينة، انا شايف ان الواد طلعت ده واكل دماغك زياده عن اللزوم، سيبيني بقى اوضبه لك بطريقتي واطلعي انت من نفوخي. انت حاطط نقرك من نقره ليه؟ مش طايقه ليه؟ ما تسالينيش انا، ابقى اسالي الباشا. وبعدين معاك يا سوسو، انت مش ناوي تجيبيها البر ولا ايه؟ خير؟ هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ حكايتك مع الواد اللي اسمه لؤي ده. لؤي؟ ايوه يا اختي، لؤي حبيب القال. قصدك الواد المفلس الكاتيال؟ انا حره اعمل اللي انا عاوزاه. يا بنت عقالي انت مجنونه، الحب عميق عن حاجات كتير انت مش شايفاها. وغلاوتك عندي يا مستر سطوحي، قلت لنا نفس الكلام ده. لؤي ده انا عامله زيه زي اي زبون، معاه فلوس نقعد معاه، ما معاهوش ما يلزمناش. فوقي يا سوسو، يا بنت ما تبقيش فقريه، شغالي القريحه فكري. بصي لامك واخواتك، ولا انت عايزه تصرفي عليه معاهم؟ عندكوا حق. ايوه كده ناصحه، يبقى زيه زي اي زبون، نقلبه اول باول. ماما تعبانه، بابا عايز يعمل عملية بالشيء الفلاني واحنا ما معناش. مصاريف اخوتي في المدرسة معكنينة مزاجي، الكوافير صيط شعري، ومحتاجة احط شواتير. كل ده وهو معاه فلوس، وهو ما معاهوش يبقى ما يلزمنيش. ايوه كده. الواد طلعت ده مش ناوي يجيبها البر، عمال يهيس عليا وكل شغلي بلم الفلوس من العيال. الواد ده طلع الا ريس. لا يا اهبل، الواد ده حويط، تحس من اول طلع كده انه عيل اهبل، لكن هو مش سهل، انت بس اللي مش وزنه صح. عموما اصبر عليه لغايه اخر الاسبوع. عليا النعمه، الواد ده فرتك البضاعه وسايح فلوسها. الواد ده هيجي اخر الاسبوع ومعاه الفلوس، شيله من دماغك انت. المهم قول لي اخبار العيال التانيين ايه؟ سوب عافيه اليومين دول. لا يا حبيبي، انتوا اللي مش عارفين تشوفوا شغلكم. هي الناس لا تاكل عشان تتكيف يا طلبه. يا عم ان شاء الله ما كالوا، المهم يتكيفوا. اسمع لما اقول لك، تنزل انت وشوط المقاطيع اللي معاك دول، البضاعه اللي معاكوا تخلصوها في ظرف يوم. عارف لو عيل منكم رجع بتوم نيه هديكوا كلكم استماره سته.